ورق ايه بقى؟ ورق ايه؟ لا بقيت صورتها؟ مش بيتصور، بيتصور يعني مرة اللي هو وحيد القرن زي مرة دخل عندهم في المدينة زي ايه عادي كده؟ اه دخل حازم افع لا يا عم ده بقول لك خد خد في واحد في اكتوبر قريته الاعلان ده عرض وحيد قرن البيع اه والله ده ايه ده وحيد قرن عرض البيع عرضه بكام بقى؟ ادوا رقم كده تقريبا عفر انت ده سبب 300,400 فهو السؤال وحيد قرن ايه يجيبه هنا ومين هيعمل ايه؟ هيعمل ايه اصلا حتى مش وحيد القرن ناخده مجنون 400,000 هم معدودين ومش بينقرض تقريبا ايوه مال امي ان شاء الله هينقرض واحد عنده وحيد قرن ما هينقرض حتى بس هو ده 400,000 وحيد قرن اللي هو ممكن تجيبه يموت تاني يوم مثلا ينقرض فعلا واحد عنده انت هتنقرض ولا ايه؟ واحد عنده وحيد قرن وحيد القرن اه تصدق اه طبعا تفكير من يجيبوا حدا هو كنت عايز حاجه انت صفير وانا صاحبي اه ورينا بس في التليفون بس شفت صفير وانا وصفير يعني اه شوف شوف ده انت واصل بقى لا 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 انا بص يا عم انا ان شاء الله في الصمود انا ان شاء الله هطلع انا هطلع ان شاء الله رئيس مصر كده معاكم يا جماعه هكون رئيس مصر يا ريم يا ريم يا برادر ماشي معلمين من ورا يجي ندرد شوية الحصة اللي فاتت كنا خدنا جونز جيلبرت يا عم فرش جيلبرت خليكم معايا يا جماعة أريزونا أريزونا اه طب أريزونا ماشي طب معلش يا سلام بقى يا في الباب عشان جو رومانسي اه سيبوا جو رومانسي رومانسي كده محدش بقى يتكلم يا جماعه عشان الجو حر جدا زي ما انتم شايفين هنقعد بقى خالص النهارده عايزين نخلص البطاطس اه بصوا يا جماعه استني ايه جامد طول عمرك برنس ولا برنس جامد قوي مسك ربع جنيه استرليني ربع ايه يا عم 40 والله 40 والله فالمهم بصوا بقى يا جماعه ساعه معايا يا جماعه بقى الصوت ونهدى وجيلبرت ايه ايه بلعب اه في ميلا لا لا جيلبرت ايوه في ميلا كلوتر اللي هم ما بيعرفوش زي ما قلنا طيب جيلبرت اوتوزوما دوميننت دوميننت ايوه حتى قلنا جيلبرت دوميننت انتوا بالكم ايه اه جيلبرت جيلبرت فاكرين؟ طيب كان في كمان صافيناز اه اللي هو بس كده صافيناز يعني بيقول لك صافيناز بيسكت بيقعد على مين؟ يخش ليفر اه كريجر من نيجار سندروم تدخل اه انما جواز لا يربط الجواز ما الجواز تحط بدلة الرأس في العيال فالمهم بصوا بقى يا جماعه دوبين جونسون روتر سندروم مشكله في الاكسكريشن حلو الكلام؟ ايه في انواع جونس اللي انا هقولها بيبقى في اليورين بليروبين في اليورين ركزوا يا جماعه معايا صوت بس صوت لان القاعه دي في صدى صوت اي واحد يتكلم على فكره بتعمل ضوضاء جامد قوي فخليكم معايا وعليكم السلام ده ايه ده تصدقوا قاعدين في اول فين في بي سي يعني قاعدين في حمام سباحه والله لو قاعدين عند المايه كده مش عارف والله طب ايه يا دكتور لو راح ارزون هيلبس ايه ايه لو راح ارزون هيلبس ايه مش هيلبس اصلا يعني انا مش عارف اشرح البطايس بانهي وشي بقى ونما جماعه حد داروا الساقين دول بص بقى يا جماعه هو انت كنت استنى هنا انت كنت في الكليه كده؟ انا؟ ده مرتضى منصور ما دخلش الناس كده في النادي اللي هو نادي الكليه الراجل ده بيقول له ايه؟ نادي انا راح نادي وهو مدخله كده بصوا بقى يا جماعه نهدى بقى يا جماعه الصوت الريت اه كده ماشي روح شغل كده كمان خلاص انت بتدخن قميص جوه انا بتدخن اه بتدخن اه الدكتور بس تاكيد نفرج بص بقى يا جماعه الرجيم ده حلو والله الرجيم بقى العظام جامد اهو شوف العظام عامل ازاي على فكره انا اول مره بقى اجيب هدوم صغيره هيبان قوي اه والله يبان قوي ده طلعت جامد قوي رضا لا اول ما دخلت جوه خلاص كده اه خلاص بقى فبصوا بقى يا جماعه
هنبدا نتكلم عن الهيباتايتس النهارده. صوت بقى يا جماعه خلاص. يا اسمها اسمك ايه؟ سامر افتكر. انت يا بنت اللي بتتكلم اسمها ايه؟ ايوه صوت ايه؟ هنبدا نتكلم عن الهيباتايتس. الهيباتايتس خلاص يا دكاتره يا جماعه. الهيباتايتس طبعا موضوع مهم جدا، وخدوا بالكم لازم يجي في الامتحان كذا سبب. اولا السؤال دي ان خلاص بدا المصريين يتعالجوا، وبدا في خلال سنتين ثلاثه اعتقد المرضى هيبدا يقل قوي قوي قوي، وان كان على فكره هيظهر. تحس ان الهيباتولوجي معانا يا برادع يا ايه، تحس ان الهيباتولوجي ورانا. معنى ايه يا جماعه؟ حتى بعد ما نخلص الهيب سي المشكله الازليه في مصر، هتلاقي في العالم كله بدا يطلع نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز. نون الكوليك يا ابني نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز هو ده اللي هيبقى يا جماعه، هي المشكله القادمه في مصر. فتحس ان الهيباتولوجي ده ورانا بعد ما الهيب سي. طبعا الهيب سي اكيد هيتعالج عاجلا او عاجلا في خلال سنوات قليله جدا، سواء بالسوبالدي سواء بالكفته. تحط تقعد على طبق بقدونس ومش على طبق بقدونس هتخف يعني. بس هو فعلا الهيباتايتس طبعا موضوع مهم جدا السنه دي، ولازم يجي في الامتحان فعلا. المهم هنبدا نتكلم في الهيباتايتس النهارده عن الاكيوت هيباتايتس. تركيز بقى يا جماعه غير عادي، وركزوا معايا وبصوا لي كده. يعني مش بس يا جماعه انتوا مسكتين، عايز احس ان انتوا مهتمين شويه. يعني بصوا كده مفيش حد يسرح خالص. هنبدا بقى نتكلم عن الاكيوت هيباتايتس. ايه الاسباب اللي تعمل اكيوت هيباتايتس؟ في انفكشس وفي نون انفكشس. خدوا بالكم الانفكشس انتوا عارفينها كويس جدا، اللي هم ايه يا جماعه؟ اللي هو طبعا الفيرال هيباتايتس. الفيرال هيباتايتس من A ل E. وخدوا بالكم كمان ان في حاجات استجدت، يعني A B C D E F G كمان، دي حاجات ريسنت شويه بس حمادة بالجنزبيل سيبك منها. ساعات يجي يقول لك طب في نون فيرال، يعني انفكشس برضو بس نون فيرال. في نون فيرال، في عندك الملاريا، في عندك البريسيلوزس، في عندك الليبتوس بايروزس. خدوا بالكم الحاجات دي بتيجي في الامتحان. ساعات برضو يدردش معاك في الشفا ويقول لك طب في فيروسات تانية غير الفيروسات المشهوره للهيباتايتس، اللي هو هيب بي وهيب اي وهيب سي وبي وإي. في حاجات تانية، ايبشتاين بار فيروس، سايتوميجالو فيروس. خدوا بالكم الحاجات دي ممكن تيجي في الام اس كيو. يعني مش بس الفيروسات المشهوره هي اللي بتعمل هيباتايتس، لكن الفيروسات بتاعت الهيباتايتس فيها ميزه انها عارفه طريقها، هي داخله جسمك عشان تروح تهاجم الليفر. انما بقيه الفيروسات داخله جسمك تهاجم حاجات كتير من ضمنهم في السكه ايه يا جماعه؟ ممكن الليفر. في حاجات مش فايرال خالص زي ما احنا قلنا، بريسيلوزس، ليبتوس فيروزس، وطبعا طبعا اكيد الملاريا، لان اصلا جزء من قصه حياه او دوره حياه الملاريا بتبقى موجوده فين يا جماعه؟ بتبقى موجوده في الليفر. المهم بقى نبدا نتكلم عن معلوم الجدول. في حاجات الاول نون انفكشس، طبعا اللي هو الالكوهول يا برادعي، والالكوهول لونه ذهب صح ولا غلط؟ قلت لكم حتى الالكوليك هيباتايتس قريب جدا من الفيرال هيباتايتس، لكن قلنا بنفضح العيان بكذا حاجه هنتكلم عنهم كمان شويه في الانفستيجيشنز. يعني المهم في الالكوهول، الالكوهول لونه ذهبي، فيبقى دي دي تي، اتش هالوسين، بي باراسيتامول، اي ان اتش. دي الحاجات اللي ممكن على اللونج رام تعمل لك هيباتايتس وفي الكبد من غير انفكشن. المهم بقى الجدول اللي اتهرس مليون مره قبل كده، الجدول اللي اتهرس مليون مره قبل كده، وهبقى ممل وانا بقوله لان كلكم اكيد حافظينه لانه خدتوه كل سنه في كل ماده، في كل سنه في كل ماده، في كل ليله خدتوا الجدول ده. الجدول ده اللي هو عندنا بنقارن بين الخمس فيروسات. خمس فيروسات، سيبوكم مش لازم توزعوه دلوقتي، استنى في البريك لان في الاول هو نفس الكتاب. سيبوه دلوقتي. فعندنا يا جماعه في الاول خالص في عندنا كل الفيروسات ار ان اي ولا دي ان اي؟ كلهم ار ان اي ما عدا البي هو اللي دي ان اي. طبعا لو انا اللي كنت بالف منهج الهيباتايتس كنت خليت الدي هو اللي دي ان اي، بس مش كل حاجه الانسان بيعوزها بايه يا جماعه؟ بيلاقيها. خدوا بالكم الحته دي مهمه في الام اس كيو، لان هيجي يقول لك ايه؟ از ريجارد تو مثلا هيب دي، فيجي يقول لك ان هو عباره عن دي ان اي، لا هو عباره عن ار ان اي. الوحيد اللي دي ان اي هو هيباتايتس ايه يا جماعه؟ بي. اللي يهمنا في مصر طبعا السي، هو يعتبر ار ان اي برضه. الانكيوبيشن بيريود، ايه الانكيوبيشن بيريود؟ كلهم من 2 ل 6، بس اول 2، اول واحد واخر واحد اللي هو الاي والاي من 2 ل 6 ايه يا جماعه؟ ويكس، اسابيع. انما الثلاثه اللي في النص من 2 ل 6 ايه؟ من شهرين ل 6 شهور. اهم حاجه وهي دي اللي تهمنا، وهو ده السؤال اللي انتوا هتتسالوه كل يوم بقى. ايه هو السؤال اللي هتتسالوه كل يوم؟ ومش هتقعد على قهوه غير هيسالوك السؤال ده اول ما يعرفوا ان انت ايه يا جماعه؟ ان انت خدت موضوع الهيباتايتس. كيف تنتقل العدوى؟ السؤال ده لازم هتتساله من جموع المصريين، كيف تنتقل العدوى؟ طبعا انا معاك ان الاي والاي انتوا عارفين فيك اورال والكلام ده. البي بينتقل ازاي يا جماعه؟ الهيباتايتس بي. هيباتايتس بي بينتقل عن طريق اي فلويد في الجسم. وطبعا كل الفلويدز اللي في الجسم كلها بحرف الايه يا جماعه؟ بحرف الاس. فيقول لك 3 اس، يعني الاس الاولى ممكن ينتقل عن طريق ايه طبعا؟ السيروم طبعا، يعني عن طريق الدم يعني. ممكن كمان ينتقل عن طريق السيمن، يعني السكشوال انتركورس ينقل هيباتايتس بي، يس ينقل هيب بي.
وممكن ينتقل كمان عن طريق الصليفه، يعني حتى الادوات اللي هي ممكن بتاعه المطبخ ممكن تنقل هيباتيتس بي. ايوه وعشان كده ماشي، ما هو اذا كان الادوات بتنقل فاكيد مش محتاج اقولها يعني. فهو ده كده يا جماعه، لان لو فتحنا كده ممكن نزود حاجات كتير مش هينفع. فالمهم ده كده اللي هو ايه، عشان كده اللي عنده هيباتيتس بي، هيباتيتس بي لازم ياخد باله ان الناس اللي قاعدين معاه في البيت ما يستخدموش نفس الايه يا جماعه، الادوات المعالق ونفس الشوك والسكاكين والكوبايات والحاجات دي. طب اخدوا بالكم يعني يا برادر. هو اصلا اتقال لنا دكتور ان السلايفا الفايرال لود فيها قليل، فحتى يعني لو ايوه لا بس خد بالك محتاج مثلا لترين سلايفا عشان ما خد بالك. هقول لك على حاجه، البي يعني ابعد عن شره غليله، السي بقى هو اللي ينطبق عليه الكلام ده. عشان كده لما اجي اتكلم عن السي انا هقول لك كلمه، يعني البي احنا قلنا خلاص الثلاثه اس اللي هم ايه يا جماعه، يا اما سيروم يا اما سيمن يا اما ايه يا اولاد، يا اما سلايفا. انما وممكن طبعا بينتقل فيرتيكال من الام لمين يا جماعه، للجنين طبعا. انا اللي يهمني في مصر هو السي بقى، ان السي لا ينتقل، وبينه وبينكم هو ده اللي هتتسال فيه فعلا، لان هو السي هو اللي عندنا، ان السي لا ينتقل الا فقط عن طريق ايه بقى، الدم. اي كلام تاني كلام فارغ، سواء بقى صلايفه الكلام ده لا. يعني حتى اللي عنده هيباتيتس سي وقعد في بيت مثلا، هل مثلا ولاده ومراته والكلام ده يستخدموا نفس بيستخدموا نفسها، هل انتركورس والكلام ده ولا حاجه؟ لا ما بينقلوش. خدوا بالكم يا جماعه، السي لا ينتقل الا فقط عن طريق ايه يا جماعه، عن طريق الدم فقط، انما عن طريق اي حاجه تانية لا. وعلى فكره اكاد ادعي ان اشهر اصلا اشهر انفكشن بينتقل عن طريق البلاد ترانسفيوجن هو الهيباتيتس سي. الهيباتيتس سي لوحده، لا خليكم معايا يا جماعه، الهيباتيتس سي لوحده يمثل اكتر من 90% من حالات البلاد ترانسفيوجن اللي انتوا هتشوفوها. معايا ولا مش معايا؟ خدوا بالكم هنا لازم نفتح موضوع مهم جدا انا اتكلمت فيه قبل كده، اللي هو حاجه اسمها بوست اكسبوجر ريسك او بوست ترانسفيوجن ريسك. يعني ايه يا جماعه؟ بعد البلاد ترانسفيوجن مين الاكثر عرضه للانفكشن؟ لازم تبقى عارفهم كويس قوي. قلنا قبل كده بتحفظهم ازاي بقى؟ خدوا بالكم السؤال ده مهم وبيجي في الام اس كيو ودردشه شفوي. وقبل دردشه شفوي ليك انت يا جماعه، انت من اول الامتياز هتبدا تاخد غرز، وطبعا هتاخد غرز ايه يا جماعه؟ هتشرح الراجل وهتشرح نفسك، هتلاقي نفسك شكيت نفسك مليون مره. فلازم تعرف ان احنا بنرتبهم ازاي بقى؟ فاكرين الترتيب اللي احنا قلناه اللي هو اي سي بي مش اي بي سي، اي سي بي. طبعا الايه اللي هي ايه؟ ده انا حتى قلت لكم طبعا في واحد قاعد دلوقتي يقول لك هيباتيتس سي، ده انا ماليش دعوه بيه وده مش هناقشه وحرام ان انا اتناقش معاه اصلا. اللي قاعد دلوقتي فاكر ان الايه اللي هي هيب ايه؟ لان هيب ايه انا نفسي بعضم لساني بقول انه لا ينتقل الا عن طريق ايه يا جماعه؟ في كوره مش عن طريق دم خالص. وان كان في ناس انا عارفهم اقسم بالله كانوا فاكرين ان الايه دي اختصار هيباتيتس ايه؟ فالايه اللي هي ايه يا جماعه؟ الايدز اللي هو الاتش اي في. ركزوا معايا يا فتاح، ركز معايا. فالمهم الايدز وعندنا سي اللي هو هيب سي وهيب بي. بينتقلوا ازاي بقى؟ فرصه ان انت ينتقل لك العدوى لو انت تشكيت يقول لك خد بالك بقى، هنا في الايدز 3 لكل 1000، يعني 3 من كل 1000 في ايه يا جماعه؟ 3 اللي هي 3 من 10 يعني. انما سي 3 من كل 100، يعني كام في المية؟ 3%. انما شوف البي بقى نسبه 3 من كل 10، يعني كام في المية؟ 30%. عشان كده خد بالك بقى ان البي ينتقل بنسبه 30%، السي 3%. وعلى فكره دي نسبه برده لا يستهان بيها، انتوا واخدين بالكم 3% تعتبر كتير برضو. عشان كده ساعات يجي في الامتحان يقول لك ايه؟ الايدز بقى 3 في الالف. يعني انت النهارده لو عرفت ان واحد اتشكيت وعنده اتش اي في انت فرصه انها تجي لك ايه يا جماعه؟ قليله بينه وبينك، يبقى انت اصلا نحس يعني. واضح ولا مش واضح؟ فعشان كده يقول لك ايه؟ خدوا بالكم بس من الكلمه اللي انا هقولها. عشان كده ساعات يجي سؤال في الام سي كيو يقول لك ايه يا جماعه؟ او حتى في الشفوي، لو انت النهارده بتاخد غرزه فتشكيت شكه وعرفت بعديها ان العيان هيب سي، او واحد صاحبك مثلا وجاي يقول لك نصيحتك ايه؟ تعمل ايه يا جماعه؟ جه يقول لك انا امبارح مثلا وانا قاعد كده في امانه الله اتشكيت شكه واسكت على اللي حصل، ده انا عرفت ان العيان هيب سي. ايه اللي تعمله؟ ويجيب لك اختيارات وهقول لكم الاختيارات وانتوا اختاروا. هل رقم واحد ري اشورنس؟ يعني تطبطب عليه تقول له معلش وربنا يسهل وربنا يسلم ودول 3% يعني بنسبه 97% ان شاء الله هتبقى زي الفل ومش هيجي لك حاجه. ولا اميونايزيشن ولا فاكسينيشن تدي فاكسين ولا تدي انترفيرون ولا فولو اب؟ اولا الاميونايزيشن مفيش في الهيب سي للاسف الاسيف مش سبيسيفيك. انترفيرون ما بيستخدمش كبروفلاكسس ابدا. معايا ولا مش معايا؟ ايه الخطوه اللي تعملها؟ فولو اب لمده 6 شهور. لو ظهر عليه الفيروس وهو طلع من 3% هبدا العلاج على طول او نشوف انا اتعامل معاه ازاي. شفت بقى يا جماعه؟ طب سؤال تاني، سؤال تاني، لو هو هيباتيتس بي يعني اتشكيت شكه النهارده عرفت ان هو هيباتيتس بي تعمل ايه بقى؟ لا الاول تساله سؤال، انت مطعم ولا مش مطعم؟ قال لك والله انا واخد الفاكسين، خلاص يبقى ري اشورنس. يعني لو قال لك هو واخد الفاكسين يبقى تختار ايه في الاختيارات يا جماعه؟ ري اشورنس اللي هو طبطب عليه يعني وتاخده ايه؟ بالاحضان والكلام ده، وما تبصوش على راي سهير عشان ممكن برضه ايه؟ فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو طب لو ما كانش مطعم؟
على طول بنبدا معاه ايه بقى اكتيف اند باسيف ايمونايزيشن، يعني تدي الاميونوجلوبولينز اللي احنا هنتكلم عنها كمان شويه، وفي نفس الوقت ياخد الفاكسين. وطبعا البي لي فاكسين زي ما انتم عارفين وانتم اكيد بداتوا فيه، لو ما خدتوهوش هتاخدوه في الامتياز اللي هو 016 ثلاث جرعات، جرعه النهارده جرعه النهارده، جرعه بعد شهر، جرعه بعد 6 شهور، معايا ولا مش معايا؟ فالمهم يعني ركزوا معايا يا دكاتره يا جماعه، ما حدش يا جماعه يتكلم. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه، ازاي بينتقل الفيرال هيباتايتس، واضح ولا مش واضح؟ فده الهيباتايتس بي. مره ثانيه الهيباتايتس سي لا ينتقل الا عن طريق ايه بس؟ لا ينتقل الا عن طريق البلد بس. لان خد بالك هتتسال السؤال ده كتير قوي، ولو طلعت في التلفزيون مثلا وجنبيك مذيعه حلوه كده اكيد اول سؤال، ويا ترى يا دكتور توجه هنا الساده المشاهدين اللي اتفرجوا علينا دلوقتي، واكيد كل بيت مصري يا دكتور بقى فيه واحد عنده هيباتايتس سي، السكشوال انتركورس والكلام ده ايه يا جماعه؟ طبعا لك كده يعني ما تسوي. فالسكشوال انتركورس اللي هو ايه يا جماعه؟ ايه رايك يا دكتور، بينقل ولا ما بينقلش؟ يقول لها شوفي يا انسه، مش انسه يقول لها المفروض، على فكره معلش في دكاتره في التلفزيونات بيقولوا غلط، بقول لك اه ممكن، لا لا ينقل اطلاقا. وعايز اقول كلمه بس مش عايز اخوض في تفاصيل كتير، طبيعه السكشوال انتركورس المصري لا يمكن تنقل ابدا من هيباتايتس سي، عشان لو منكم واحد فتح كتاب اجنبي، لان هتروح تفتح مراجعه طبيه هتفتح كتب الاجنبيه تلاقي ان هو ممكن ينتقل عن طريق السكشوال انتركورس، فعلا دي حقيقه، بس بتاعهم هم مش بتاعنا. معايا ولا مش معايا؟ مش عايز اخوض في تفاصيل. المهم يعني بصوا بقى يا جماعه، خليكم بقى معايا يا دكاتره، يا دكاتره الامريكاني. فالمهم ده كده اللي هو كيف ينتقل. بالنسبه للكورونيستي بقى، مين اللي بيقلب كورونيستي؟ اللي بيقلب كورونيستي 3 اللي في النص، السهير اللي بيقلب كورونيستي 3 اللي في النص، اللي هما البي والسي والدي. واضح ولا مش واضح؟ اه هنا بقى تقول لي بيقلب كورونيستي بنسبه قد ايه، وركزوا معايا يا جماعه عشان الام اس كيو بس. البي ينقل الكورونيستي بنسبه تعفين كام في الميه؟ 15% بس. ايه ده؟ يعني 85% بيخف؟ اه. انما السي بقى يقول لك كورونيستي بنسبه 70%. وعايز اقول لكم على حاجه بقى، 70% بس في مصر قد تصل الى 100%. يعني نادر او مش نادر، ده مستحيل تقريبا، هتلاقي واحد عنده هيب سي وتقريبا ما قلبش ايه يا جماعه؟ كرونيك هيب سي. اشمعنى؟ لانه في وجود البلهارزيزيس فان الهيب سي كورونيستي بتاعته قد تصل الى فوق 95%. لو في وجود البلهارزيزيس، وانتم عارفين اصلا ان الشعب المصري كله اصلا جاله هيب سي ازاي؟ ما هو عن طريق البلهارزيزيس ايام جماعه عبد الناصر لما طلع ايه يا جماعه؟ الحقن، وقال لك هنعمل بقى مشروع غير عادي في زمن غير اعتيادي، واحنا الشعب المصري وقابلت شعب وطلعنا علاج جديد. دايما كل الرؤساء بييجوا الجامدين بيطلعوا لك علاج جديد. فالمهم جه قال لك يا جماعه علاج المصريين الاول، هتعالجنا من ايه يا ريس؟ قالوا هعالجك من بلهارسيا. بس كان اياميها كان الحقن كلها حقن ايه يا جماعه؟ ازاز، ما كانش فيه حقن طبعا بلاستيك. فالكل طبعا واحد ابن حلال كان عنده هيبسي جابها لكل المصريين. المهم يعني يقول لك ده كده اللي هو الهيبسي. السؤال بقى المرتقب الرهيب اللي بيجي في الام اس كيو، وركزوا معايا يا جماعه يا بلدعي. الهيبسي ينتقل قلنا كورونيستي بنسبه 70%. الهيباتايتس بي ينتقل بنسبه كام يا جماعه؟ 15%. السؤال، السؤال وده بيجي في الام اس كيو وكلكم هتغلطوا فيه دلوقتي، قولوا لي صح ولا غلط؟ از ريجارد تو هيباتايتس ويتش از انكوركت. بصوا بقى يا جماعه، هيباتايتس دي سوبر انفكشن على هيباتايتس بي يزود فرصه الكورونيك الكورونيستي، صح ولا غلط؟ يعني واحد عنده هيباتايتس بي بس نسبه كورونيستي 15% او 20%. طب لو عنده بي زائد دي، وانتوا عارفين ان الدي ما بيجيش الا اون توب اوف ايه يا جماعه؟ هيباتايتس بي. عارفين طبعا المعلومه دي لانه هو ما عندوش جدار، واللي مالوش جدار بيشتري له جدار. فهو لو فيه هيباتايتس دي قاعد في القعده دلوقتي، هو اللي ما عندوش كده. فهو لو افترضنا جدلا ان فيه هيباتايتس دي دلوقتي بيحوم في اجواء المكان، هيصطاد مين فينا؟ اللي عنده هيباتايتس بي. هل ممكن يعمل انفكشن لاي واحد من غير هيباتايتس بي؟ الاجابه نيفر ايفر، يعني لازم يبقى عندك هيباتايتس بي. فهو السؤال بقى، لما يدخل على واحد عنده هيباتايتس بي يزود نسبه الكورونيستي ولا لا؟ انتوا ايه رايكم؟ لان السؤال ده بيجي في الام اس كيو. ايوه، او يزود ولا ما يزودش؟ يعني هو واحد عنده هيباتايتس بي وبعدين سوبر انفكشن او حتى كو انفكشن، يعني الاثنين مع بعض هيباتايتس بي ودي، يزود الكورونيستي ولا لا؟ اللي يقول يزود الكورونيستي ده بيهرج، لان هو شكل السؤال يوحي ان هو يزود. لكن الاجابه نو. الابحاث قالت ما بيزودش الكورونيستي ولا بيزود فرصه الهيباتوما، بل بالعكس. في بعض الابحاث بس هي مش دوكيومنتد قوي، ان هيباتايتس دي مع هيباتايتس بي يقلل فرصه الهيباتوما. انا مش هقول يقلل ولا ما يقللش، المهم هقول ان هو ما بيزودهاش. يقوم رفع نظارته في الشفوي ونافخ دخان سيجاره في وشك ويقوم يسالك السؤال المهم اللي كلكم هتغلطوا فيه، امال يزود ايه؟ يعني واحد عنده بي ودخل عليه كمان دي، يقوم يزود ايه بقى؟ ايوه الفالمينيشن. برافو عليك، طب انتوا جامدين قوي، امال ايه المرة دي في الحياة؟ بيزود الفالمينيشن، وممكن يزود فعلا الفالمينيشن، وممكن تبقى قاتلة في هذه الحالة. معايا ولا مش معايا؟ يعني لو خلصت من الفالمينيشن اللي هو الاكيوت اتاك، يبقى الهيباتايتس بي ودي ما بيزودش ابدا الكورونيستي. ندخل بقى بعد كده نتكلم عن الكانسر، مين اللي بيعمل طبعا كانسر؟ الثلاثة اللي في النص اللي هم البي والسي والدي.
واضح بالذات اخص بالذكر البي والاي يا جماعه والسي. ندخل بعد كده نتكلم الانفستيجيشنز هنقولها مع كمان شويه، انما التريتمنت برضه هنقوله كمان شويه. لكن مين اللي ليه فاكسين؟ مين الاول ليه اميونوجلوبولينز؟ اميونوجلوبولينز سبيسيفيك، الوحيد اللي ليه سبيسيفيك اميونوجلوبولينز. يعني انت النهارده لو تشكيت شكه بهيباتيتس بي نلحق بسرعه نديك اميونوجلوبولينز سبيسيفيك للهيباتيتس بي معايا، ده الوحيد اللي ليه. وتحس كده اشمعنى؟ لان اللي موجود بره اكتر هو هيباتيتس بي، موجود في امريكا اكتر هو الاي بي، او حتى السي اللي عندهم هفل اللي هو طيب واحد او طيب اتنين دول هفل. احنا عندنا النوع اللي هو المعقرب اللي في هيباتيتس سي اللي هو طيب 4، انما اللي عندهم اي كرف هم مهتمين قوي بهيباتيتس بي ده. فعشان كده عملوا له ايه يا جماعه؟ سبيسيفيك اميونوجلوبولينز. مين اللي ليه فاكسين بقى؟ الاي والبي. الاي اللي هو اسمه هافريكس، تلاقي واحد راح فين يا حماده؟ يقول لك انا راح اخد فاكسين بتاع هافريكس. ايه يا ابني انت ترسم على علينا؟ ما انت عايش في مصر، انت اكيد اصلا خلاص هيباتيتس ايه، اكيد اي واحد فينا كان بره كان اكيد عنده هيباتيتس ايه. فاللي بياخد ده يا جماعه، اللي بياخد الفاكسين ده اللي هو مواد بقى، واحد مثلا عاش في سويسرا مثلا، مجتمع نظيف قوي قوي يا رشدي بدرجه تقرف، فده اللي ممكن ياخد الحاجات دي معايا ولا مش معايا اللي هو. بس عندنا مش محتاج الهافريكس ده، انما انت محتاج مين بقى؟ اللي هو هيباتيتس بي، هو ده اللي انتوا كلكم هتاخدوه. واضح ولا مش واضح؟ ندخل بعد كده نتكلم عن الباثولوجي بتاع الهيباتيتس. الباثولوجي وركزوا معايا يا جماعه، لما يجي يقول لك قول يا ابني الباثولوجي اوف اكيوت هيباتيتس، احسن اجابه ايه؟ احسن اجابه ان انت تقول له ما اعرفش، دي احسن اجابه. اه والله دي احسن اجابه، وانت اول ما تقول له ما اعرفش هيقوم يديك الدرجه النهائيه، لان هيقول انت فعلا بتفهم، عارف انت بتذاكر ايه وما بتذاكرش ايه. ليه يا جماعه؟ طب لو هو كان دكتور معقد وانت بتقول له ما اعرفش عم يديك صفر، استنى كده قبل ما يديك صفر وطير، لا وطير القلم وقول له ايه بقى؟ قول له يا دكتور هسالك سؤال واحد، شوفه بقى وهو بيديك صفر كده قوم طير وقوم طير القلم وقول له ايه بقى؟ قول له يا دكتور هو ما يبقى واحد عنده اكيوت هيباتيتس انا محتاج الباثولوجي؟ هل انا باخد عينه؟ انا باخد عينه لما انت تبقى كرونيك، اذا انا لست بحاجه ولست بصدد هنا ان انا احفظ الايه يا جماعه؟ الباثولوجي. بس لو اللي هو بقى صمم ومخه صغير جدا وقال لك انا عايز اسمعه، قول له شوف يا سيدي عندنا ايه اللي انا رسمه ده يا جماعه؟ بورتر ترايد ده ظريف معايا؟ فده البورتر ترايد، وعندنا هنا كده الهيباتوسايتس طبعا ايه؟ في زيها هنا. المهم يعني ايه اللي بيحصل هنا؟ كل اللي بيحصل في الاكيوت هيباتيتس، كل اللي بيحصل سنتريزونال نيكروزيس، يعني تلاقي الحته دي بدا يحصل فيها نيكروزيس. حلو كلام، سنتريزونال مش كل الهيباتوسايت، خد بالك سنتريزونال بس. وبدا يحصل هنا ايه يا جماعه؟ انفلاماتوري سيلز، ما هو انفلاميشن، بس الانفلاماتوري سيلز اكثر فين بقى؟ في البورتر ترايد. شفتوا بقى يا جماعه؟ فبدا يحصل هنا وشويه سنتريزونال نيكروز. واضح ولا مش واضح؟ عارف لو كانت الانفلاماتوري سيلز هنا بس كان ولا هيحصل اي حاجه ولا هيشتكي من اي حاجه، لان الهيباتوسايت سليمه. انما لان بدات تسحب شويه كده وعملت سنتريزونال نيكروزس، فهو ده اللي بيعمل مشاكل شويه، فالليفر ممكن يكبر شويه، وظائف الكبد ممكن تختل شويه، ممكن الفيروسات تقول لك برضه ما نروح نهاجم الاسبلين نقوم نكبره، ممكن نروح نهاجم الليمف نود في 10% من الناس تلاقي سيرفايكال ليمف نود عندهم كبيره. انما ملخص الحديث يا جماعه ان الباثولوجي تشرب عليه، واعرف كلمتين بس، ان هناك انفلاماتوري سيلز هنا وان هناك سنتريزونال نيكروزس هنا. انا اللي يهمني الكلينيكال بيكتشر، وبيني وبينكم ما تهمنيش. وقبل ما اقول الكلينيكال بيكتشر عشان ما تتوهش مني وعشان ما نتوهش من بعض وعشان ما نتوهش كلنا من نفسينا، احنا عندنا يا جماعه الاكيوت هيباتيتس ما فيهوش الا جزئيتين بس هما اللي بيتذاكروا، اي حاجه ثانيه عشان ما تغنيليش بعد كده انا خفت مني. هما حاجتين بس اللي بيتذاكروا، الانفستيجيشنز والكومبليكيشنز فول ستوب. غير كده كل حاجه بالجنزبيل بقى. في الكرونيك عارف اكتر حاجه تذاكر ايه بقى؟ الانفستيجيشنز بتاعته سهله، هيبقى التريتمنت بقى عشان حتى نزود الادويه اللي نزلت جديد. المهم الاكيوت هيباتيتس الكلينيكال بيكتشر اكتب حماده بالجنزبيل، لان كلكم عارفينه طبعا، وعمر ما هيجي في الامتحان يقول لك قول لي يا ابني الكلينيكال بيكتشر بتاعه الهيباتيتس الاكيوت هيباتيتس، لان كلكم عارفينها. اول حاجه ايه يا جماعه؟ مين يقولها؟ رقم واحد اول حاجه نون اكتريك. يعني ايه نون اكتراس؟ يعني ايه اصلا؟ يعني هو ما بيصفرش، ودي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ بينه وبينكم حاجه حلوه وحاجه وحشه، ركزوا معايا، حاجه حلوه وحاجه وحشه. ليه بقى؟ حاجه حلوه لانك مش هتصفر، ماشي. انت عارف ليه ما بتصفرش؟ فيروس بيدخل جسمك نون اكتريك، وانت عشان تصفر محتاج بلوروبينك يعني عن كام؟ ما انت خد بالك انفلاميشن الهيباتوسايت بتورم، فلما الهيباتوسايت تورم تعمل كوليستيزس، فالبلوروبين بتاعك مش هيعرف ايه يا جماعه؟ يتصرف وينزل، فبيعلى شويه. بس عشان تصفر لازم يعلى عن كام يا جماعه؟ يبقى فوق ال 2.5. هو هنا بيعلى بس ما بيكملش 2.5. طب ايه ده؟ يعني انت كل اللي هتشتكي منه ايه؟ فاهمه؟ دور فيرال انفكشن، فيفر وهيديك وماليز وانوركسيا، بس كده. قولوا لي بقى هو انت مفتش كرومبو عشان لما يجي لك عيان بيشتكي من فيفر وهيديك تعرف تشخصه؟ لا طبعا. انا اللي بيخليني اشك ان انت الليفر ايه هو يا جماعه؟ هو شونتس. انما خد بالك بقى في حاجات تخليك بيني وبينك تشك،
بس هو المشكله ان العيان ممكن ما يعني العيان يبقى همدان قوي تاخد بالك ومع الهيستوري كده دردش معاه يقول لك انا اكلت اكله بره قبل كده او بقى لي فتره متعود اكل بره. لا معلش يبقى برده مش اخسر حاجه يوم اشوف الاي سي تي والال تي. انا ما بينه وبينكم بتفوت على ناس كتير تقول لي طب مصير هذا العيان الحقير ايه بقى؟ مصيره حاجه من اتنين ما لهمش تالت، يا اما ان هو يفضل فعلا اسيمتوماتيك ودور الفيرال انفكشن يروح والفيروس لابد في الكبد بتاعه وبعد الاف السنين يروح عند نفس ذات الدكتور في نفس ذات العياده يقوم يحط ايده كده يلاقي الليفر بتاعه فيرم عند شرب برضه. شفتوا بقى يا جماعه؟ او ممكن وطبعا ده بنسميها كريبتوجينيك ليفر سيروزس، لانه لما يروح للدكتور الدكتور هيقول له ايه؟ استاذ ممدوح هو انت قبل كده جالك دور صفرة اصفريت قبل كده حصل تغير في لون البول او البراز؟ طبعا هو هيجاوب يقول له ايه؟ لا يا دكتور انا بيجي لي نزلات برد عاديه ما جاليش اي كلام من ده، اتاري كان جاله بس نون اكتريف معايا ولا مش معايا. او ممكن بقى ان هو يخف، ولو خف يبقى ايه يا جماعه؟ يا دار ما دخل الشر. يعني ممكن واحد فيكم على فكره جاله دور اكيوت هباتايتس ايه مثلا ما اشتكاش من اي حاجه ويا دار ما دخل الشر وخلاص والموضوع انتهى. طبعا ده كده اللي هو النون اكتريك. طب الاكتريك بقى بيصفر، بس عشان يصفر هل الفيروس لو دخل في جتتك النهارده هل هتصفر النهارده؟ لا، بيمر بكام مرحله؟ ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي ايه يا جماعه؟ اول مرحله اللي هي الفيروس بياخد لفه في الجسم، ياخد لفه في الجسم اللي هي ايه يا جماعه؟ فيرميا. ياخد لفه، اللفه دي بتقعد قد ايه؟ بتقعد لها مثلا ايام، اسبوع مثلا، ممكن 8 ايام 9 ايام. انما يعني ايه يا جماعه؟ لو حتى تشوف المذكرات الصفراء كلها عشان من 1900 وخشبه الراجل قال 9 ايام، تقوم تلاقي كل الكتب من 3 ل 9 ايام، تحس ان الكلام اصفر قوي وواطي قوي وحقير قوي يا جماعه. ما تكتب اسبوع، يعني تقعد اسبوع وخلاص. انا كاتبها ايه؟ 3 ل 10 ايام. ماشي 3 ل 10 ايام مش فارقه يا من 3 ايوه بس مش 9، 3 ل 10 ايام تفرق، بس ايه 3 دي؟ ما تكتب اسبوع وخلاص. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ يبقى المرحله الاولى اسبوع، اسبوع هتشتكي فيها من ايه؟ فاهمه فيفر هيديك ماليز انوركسيا، اكتب كده الفيروس بياخد لفه في الجسم. هو بياخد لفه على فكره، ممكن تلاقي برضو انزيمات الكبد بتاعتك عليت شويه، بس خد بالك خد بالك ان في المرحله دي في كلمه تخليك تشك ان عندك هيباتايتس حتى قبل ما تصفر، يعني هو لسه ما اصفرش. طب انا ايه الكلمه اللي اول ما العيان يقولها لك على طول تشك؟ تقول له تعالى هنا انا شاكك ان انت الله يخرب بيتك عندك هيباتايتس. ايه الكلمه؟ انوركسيا. انوركسيا ايه بقى؟ ده حاجتين مهمين قوي بالذات اللي تهمنا في مجتمعاتنا، انوركسيا للسجاير. يبقى الراجل طول النهار ايه يا جماعه؟ بيشرب سجاير، مره واحده مش طايق ريحه سجاير. وعلى فكره فعلا بتبقى ايه يا جماعه؟ ملحوظه جدا. انت عارف واحنا عندنا برد فعلا السجاير بتبقى ريحتها بتضايق كده، او ما بتبقاش عايز تشرب سجاير في الاول، بس بينه وبينك لو ضغطت على نفسك ساعات بتشرب. في الهيباتايتس بقى العمليه بتبقى اوفر قوي، اللي هو ما يطقش حتى بقول لك يدخن القميص والبنطلون، مجرد انه يدخن القميص والبنطلون ما بيعملهاش. ايه يا ابني انت مالك انت في ايه؟ لا والله مش طايق حتى ادخن القميص والبنطلون، معايا ولا مش معايا؟ اللي هو السجاير. فاول ما واحد يجي يقول لك انا عندي انوركسيا للسجاير او بصوره مبالغ فيها قوي، قول له تعالج انت وشوف بقى مصادر العدوى، اللي هو هيباتايتس ايه ولا بي ولا سي، وات ايفر بقى، وشوف الحاجات، شوف القميص كويس. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ الكلمه اللي ممكن الليفر يكبر شويه في المرحله دي، ممكن الاسبلين، بس تعدي عليه الايام والليالي ويبدا يصفر، يخش في مرحله الايه يا جماعه؟ الاكتريك نفسها بقى، اللي هي الاكتريك اللي هي ايه يا جماعه؟ الاصفرار. وانه هنا لازم تعرف كلمه، انه في الاصفرار تقعد معاه مثلا اسبوعين ثلاثه، لكن خد بالك في الاصفرار بيحصل ايه؟ جونس وايه؟ ما هو طبعا كلنا عارفين جونس وايه؟ لا جوندس وايه؟ واختفاء فهمه. ليه بقى؟ اكتب الكلمه دي بالعربي لان الكلمه دي مهمه جدا على فكره في السيناريو والتسلسل التطور الطبيعي للحاجه الصعبه. ان انت في الاول بتبقى سخن جدا، هيديك جدا، مليز جدا، وعلى فكره بتبقى صوره مبالغ فيها، يعني اللي عنده هيباتايتس بالذات هيباتايتس ايه على فكره؟ اكيد تعرفوا حد من زمايلكم جاله هيب ايه؟ كل اكله بره، يا جماعه بيبقى بيشوف اسبوع يعني في منتهى السوء ولا قادر يتحرك وهمدان وهبطان، صح؟ لو تعرف حد كده هتلاقيه مش قادر، اللي هو لا يا دكتور تيجي تقول له ده برد، يقول لك لا يا دكتور ده مش برد عادي ابدا، انا ما احنا كلنا بيجي لنا برد طول النهار، انما ده مش برد، انا حاسس ان انا فعلا مش قادر اتحرك، همدان، فيفر غير عاديه، مليت نفسه مزول عن الدنيا كلها، مزول عن الاكل وبالذات السجاير، معايا ولا مش معايا؟ والالكول كمان يا برادعي بالمناسبه، لكن خد بالك بقى اول ما يعدي الاسبوع ده او الكام يوم دول يدخل في مرحله الصفرة، يقوم يبدا يصفر، يقف كده قدام المرايه يلاقي نفسه اصفر. شفتوا بقى يا جماعه؟ بيجي يصفر. واسمع بقى الكلمه دي بس، الجوندس وايه؟ الجوندس، واكتبوا الكلمه دي يا جماعه، الجوندس والفيفر لا يجتمعان ولا يتقابلان في عيان الاكيوت هيباتايتس. يعني ايه الجوندس والفيفر لا يجتمعان ولا يتقابلان؟ يعني الفيفر تبدا تقل 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 والجوندس تبدا تظهر تظهر تظهر. والعيان يقول لك يا دكتور ده انا ما لحقتش افرح. اول ما صدقت ان انا بدات استعيد، بدات كده استعيد نشاطي، بدات اصفر. شفتوا بقى يا جماعه؟ وعشان كده الاصفرار دايما يظهر وتلاقي الاعراض بدات ايه يا جماعه؟ بدات خلاص الليفر، انت عارف معنى كده ايه؟ ان الفيروس
خلاص خلص اللفه بتاعته اللي كانت عامله لك فيرميا. انما دلوقتي هو رستق نفسه فين بقى؟ جوه الليفر، بيشوف شغله بقى يورم الهيباتوسايتس عشان تعمل لك ايه يا جماعه؟ تضغط على البايل كاليكولاري تقوم تعمل لك الجوندس دي. فالجوندس والفيفر لا يجتمعان ولا يتقابلان. وبعدين بقى في نفس ذات المرحله يبدا يحصل تغير في لون اللي يا جماعه البول والبراز. يجي هو نفسه يحس يقول لك ايه ده البراز فاتح قوي يا دكتور. اسمع بقى السيناريو، واقف قدام المرايه لقى نفسه ايه يا جماعه اصفر، يقوم يشوف الاسطول يلاقي نفسه ايه يا جماعه فاتح قوي، يجي اليورين يلاقي اليورين غامق قوي. ده خلاص يا معلم، ده انت ايه يا جماعه هيباتايتس هيباتايتس يعني. وبعد كده تفضل معاه لمده اسبوعين ثلاثه اربعه، وبعد كده النقاهه بقى. النقاهه بتاخد لها كام شهر مثلا؟ يعني نقول ست شهور يبدا يتعافى اكلينيكيا وبايوكيميكاليا او يعني كذا معايا. اللي بتبدا تتظبط والكلينيكال يبدا يتظبط تاخد ست شهور. طب لو طولت عن ست شهور كل سنه وانت طيب ده كورونستي معايا ولا مش معايا؟ ماشي. فده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ ده كده اللي هو الايه الكلينيكال بتشر. الكومبليكيشنز بقى، بصوا يا جماعه انا قلت كلمه وركزوا معايا، ان وما هذا الموضوع الحقير الا كومبليكيشنز وانفستيجيشنز. الكرونيك هيباتايتس هتذاكر فيه ايه يا جماعه؟ هتذاكر فيه حاجه واحده بس، التريتمنت. الباقي كله حماده بالجنزبيل. بصوا بقى يا جماعه نبدا بتاع ده الكومبليكيشنز. كومبليكيشنز كام حاجه بقى؟ ست حاجات. اول حاجه قبل ما اقول الكومبليكيشنز، ممكن يجي سؤال في الامتحان يقول لك ايه؟ ممكن ياخد ايه يا جماعه؟ يجي في الامتحان يقول لك سيكولي. يعني ايه سيكولي؟ يعني ايه يا جماعه؟ سيكولي اللي هي الكوارث. بابا كل شويه يقول لي ماما يا رب كل ولد كمان.